طب انا هفكرك بموقف. فاكر لما كنا مسافرين لبنان؟ فاكر لما عملنا حادثه وخبطنا عيل صغير؟ مش كبيره؟ لا مش عايز. فاكر اليوم ده لما اتلم علينا البوليس والناس واهل الواد جم والاسعاف جت اليوم اللي انت كنت سايق فيه من غير رخصه ده ودشدشت عربيه ابوك؟ فاكر القلق والفزع اللي كنا عايشين فيه ساعتها؟ وكنا هنعيط كده لما شفنا اهل الواد جم ولقوه مرمي في عربيه الاسعاف؟ فاكر بقى اخت الواد اللي جت اللي كانت زي لقطه القشطه دي؟ البنت دي انا فاكر شكلها لغايه النهارده كانت زي القمر. ما انا وانت فجاه رحنا مركزين معاها ونسينا الزحمه بالاسعاف بالليله دي كلها. هو انت محتاج بقى واحده زي دي تطلعك من اللي انت فيه ده كله وتنسيك اهلك كمان. الكلام ده لما كنا صغيرين وهي فيه. يمكن انت لسه زي ما انت ما اتغيرتش. ايه يعني انت بقيت ابو المسؤوليه كلها؟ ما انت اهبل اهو. قاعد بتعيط على حته بيت وفي ناس مش لاقيه تاكل. ايه بقيت حبيب؟ انت ما تعرفش الا بنات زباله، مش فاهمك انت في الحب. انت هتمثل حب ايه يا ابو حب؟ انت اخر واحد يتكلم عن الحب. يا ابني انت ما حبيتش الا نفسك، ده انت حتى بنتك ما عرفتش تحبها. وبعدين يجوز صحيح ان انا ما عشتش قصه الحب بتاعتك دي، بس انا عمري ما ضحكت على بنات الناس زيك. انا كل اللي عندي اديته لامي واخواتي. ما كنتش فاهم انك بتحب ياسمين دي. يا حازم انت عامل زي العيال الصغير اللي بيفرح بلعبه شويه وبعد كده بيرميها. انت عارف انت عامل كده ليه في نفسك؟ عشان نفسك ترجعها بس ما انتش عارف. وهلع سجاير واحرق في نفسك. حازم انت مشكلتك انك عايز تمسك العصايه من النص. يوم تبقى نسوانجي ويوم تبقى حبيب. اقعد بقى مع نفسك كده وشوف انت عايز ايه بالظبط. سلام.